طيب احنا هنبتدي ناخدهم واحد واحد ونفصله بتفصيل اكتر شوية. رقم واحد هنا الجلوسوفارينجيال، رقم واحد في مجموعة الاربعة لاستيك رينيال نيرفز اللي هو الجلوسوفارينجيال نيرف. هنرسم الخريطة اللي هيتحرك عليها هذا النيرف. واضح من اسمه ان جزء منه رايح للتانج وجزء منه رايح للماوس، والباقي هيغذي ايه؟ هيغذي ايضا structures related، لكن الجزء الكبير كان للتانج وكان للفارينكس. الخريطة بتاعتنا اللي هيمشي عليها الجلوسوفارينجيال نيرف كانت تشمل الاتي: الهيويد بون، الهيويد بون فوق منها شوية المندبل ثم التانج. يصل الهيويد بون بالتانج عضلة اسمها هايوجلوسس ماسل من عضلات السبمانديبولار ريجون اللي كانت كونت الفلور اوف ذا دايجستريك ترانجل. هنا كان في عضلتين من عضلات الفارينكس بيسوم كونستريكتور ماسلز اللي هيظهر عندي في الصوره السوبيريو كونستريكتور والميدل كونستريكتور. الانفيرور تحت شويه ملهاش علاقه بموضوعنا اللي هو الجلوسوفارينجيال نيرف. بين السوبير كونستريكتور وبين الميدل كونستريكتور في فتحه صغيره موجوده اسمها فارينجيال جاب، احد اربع فارينجيال جابس توجد بين الكونستريكتور ماسلز اوف ذا وول اوف ذا فارينكس. بعد كده انا كان عندي ده ستايلويد بروسس وكان في عضلتين اتنين خارجين منه، عضله رايحه للتنج اسمها ستايلوجلوسس وعضله رايحه للفارينكس اسمها ستايلوفارينجياس. ده كان الانترنال كاروتيد ارتري وهو في طريقه الى البيس اوف ذا سكال بيدخل في الكاروتيد كانال. هيظهر هنا عندي الاكسترنال كاروتيد ارتري الانذر برانش اللي كان خارج من الكومن كاروتيد ارتري. بعد كده الجاجلر فورامين والفين اللي خارج منه اللي اسمه انترنال جاجلر فين. المنظر ده سايد فيو عاوز اتعرض فيه. انا شلت البونز علشان نشوف الكورس بتاع الجلوسوفارينجيال من قرب شويه. ادي الانترنال جاجلر من بره ريليتد لاترالي تو ذا انترنال كاروتيد ارتري. ده الانترنال كاروتيد وده الاكسترنال كاروتيد بينهم جاب. دي الميدل كونستريكتور السوير كونستريكتور والميدل كونستريكتور وبينهم ايضا جاب. نشوف الجلوسوفارينجيال جاي ازاي. جاي من الجاجلر فورامن ديب تو ذا ستايلويد بروسيس، دخل الكاروتيد شيس. شوفوا ماشي ازاي اهو، مشي نفس المسار وطلع بين الانترنال كاروتيد وبين الاكسترنال كاروتيد ودخل بين ذا سوبيريور كونستريكتور اند ميدل كونستريكتور ثم عدى ديب للهايوجلوسس ماسل علشان يصل للبوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج. هذا المسار هيفكرنا بقصه انسانيه هحكيها بعد شويه من قصص الحياه. هنتكلم دلوقتي على البرانشز اوف ذا جلوسوفارينجيال نيرف. نرسم الخريطه بتاعتنا. الجاجلر فورامن، الجاجلر فورامن ده كان قاعد هو عباره عن فتحه في ديبريشن كبيره اسمها جاجولار فوسا. في الانتيريور وول بتاعته كانت توجد ماينيوت اوبننج اسمها تمبانيك كاناليكولاس. قدام الجاجولار فورامن كان في الميدل اير كافيتي اللي كانت قاعده في البيتروس بارت اوف تمبرال بون. دي البيتروس بارت اوف تمبرال بون انا مش راسمها، انا من راسم جزء منها اللي هو الميدل اير كافيتي. في البيتروس بارت اوف تمبرال بون كان في فتحه صغيره اسمها ليسر بتروزال هياتس. قدام شويه هنجد الفتحه الشهيره المعروفه باسم الفورامن اوفال. دي مش موجوده في البيتروس بارت اوف تمبرال بون، دي موجوده في العظمه اللي قدام البيتروس بارت اوف تمبرال بون اللي هي كانت الجريتر وينج اوف سفينويد بون. الفورامن اوفال كان تحتيه بشويه كان هنجد منطقة الانفرا تمبرال ريجون ودي كانت الاوتيك جانجليون. قدام منها بشوية او برة منها هنجد الباروتيد جلاند. تحت شوية هنجد عندي التانج، ورا التانج في عندي البالاتاين تونسل، من تحت كان في عندي جاي الانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد ارتريز. دي كانت الخريطة الاورجنز طبوغرافيا المنطقة شاملة كل الاورجنز اللي هيغذيها تقريبا الجلوسوفارينجيال نيرف الكرينيال نيرف رقم 9. دي كانت الميدل كونستريكتور ماسل، وانا تخليتها عن السوبيريور كونستريكتور لانها هتغطي على اجزاء من الرسمه انا مش محتاجها. جاي عندي الجلوسوفارينجيال نيرف
مش الكورس بتاعه اللي حكينا عليه قبل كده واللي هعمل مراجعة سريعة عليه، من الجاجلر فورامن للكاروتيد شيز، عدى ان بتوين ذا انترنال اند كاروتيد والانترنال جاجلر، مش ان بتوين ذا انترنال كاروتيد اند اكسترنال كاروتيد، مش ان بتوين الجاب اللي بتوين ذا ميدل كونستريكتور اند سوبيريور كونستريكتور، لحد ما وصل في النهايه في طريقه الى الطنج. تعالوا نشوف البرانشز اللي خارجه منه، ناخدهم بالترتيب. قبل ما يدخل للجاكلر فورامين وهو انسايد زكرينيال كافيتي، اداني سنسوري برانش غذى المننجيس اوف ذا بوستيريور كرينيال فوسا. البرين كفرنج اللي اسمه المننجيس بيتغذى بالكرينيال نيرفز. واحد من البرانشز كان جاي من الجلوسوفارينجيال نيرف وهو لسه في مكان خروجه من البوستيريور كرينيال فوسا قبل ما يدخل للجاجلر فورامن. دخل للجاجلر فورامن، هو في الجاجلر فوسا كان اداني برانش، البرانش ده هو اللي يعني هنرسمه تاني كده. البرانش ده هيمشي مسار لولبي، مسار طويل من اجل انه يصل للباروتيد جلاند. البرانش ده ما كانش سينسوز زي المننجيال برانش، البرانش ده كان بارا سيمباثيتك. جاي منين؟ جاي من الانفيريور جانجليون اوف ذا جلوسوفارينجيال نيرف، وهيدخل هو في الجاجلر فوسا، هيدخل للتمبانيك كاناليكولاس فيسموه تمبانيك برانش. هيمشي هذا المسار لحد ما يصل الى الميدل اير كافيتي، هيصطدم بالميدل اير كافيتي اللي هي عظمه هيتكسر اللي فيها ويعمل بليكسس يسموها تمبانيك بليكسس، وهيخرج منها مصابا من هذا الحادث عن طريق فتحه صغيره اسمها ليسر بتروزال هياتس. يقرر ان هو يترك هذه المنطقه تماما، هيغير اسمه وهيغير مكانه من تمبانيك برانش الى ليسر سوبرفيشيال بتروزال نيرف. غادر الميدل اير كافيتي عن طريق الليسر بتروزال هياتس، وقال انا هسيب المنطقه دي تماما والجا لمنطقه جديده ما فيهاش حوادث. راح لمنطقه جديده هي الانفرا تمبورال ريجون، دخلها عن طريق الفورامن اوفال. في الفورامن اوفال هيصل الى الاوتيك جانجليون بعد ما يعدي كابري جانجليونيك روت، وهنا هيعمل ريلي ويطلع البوست جانجليونيك برانش. البوست جانجليونيك من الاوتيك جانجليون اللي كان البري جانجليونيك بتاع الليسر سوبرفيشال بتروزال، هيطلع البوست جانجليونيك يصل الى الباروتيد جلاند. بس هل يا ترى هيصل بمفرده؟ في الحقيقه بعد المشوار ده والحوادث اللي تعرض لها، الكسور وتغيير اسمه، اضطر انه يركب تاكسي عشان يصل الى الباروتيد جلاند. التاكسي ده قلناه قبل كده بالظبط زي ما انتوا قلتم، هو الاوريكولو تمبورال نيرف سنسور برانش اللي كان خارج من المانديبولار نيرف وكان وصل لجزء في مساره معدي على الباروتيد جلاند، هيشيل البوست جانجليوني كروت اوف ذا اوتيك جانجليون اللي كان اصله ليسر بتروزال، وهيخرج يغذي الماي اوبيسيليال سيلز اللي محيطه بالاسيناي اوف ذا باروتيد جلاند، وهيغذيها بباراسمباثيتك انرفيشن من اجل انه يعصر الجلاند وينزل منها الصليفة. ده كان البرانش الثاني والكبير اللي كان خرج من الجلوسو فارينجيال نيرف. البرانش الثالث كمان عباره عن سنسوري برانش اسمه كاروتيد برانش، هيغذي الكاروتيد ساينس والكاروتيد بودي. البرانش الثالث كانش واحد، ده كان مجموعه من برانشز اسمها فارينجيال برانشز، رايحه لتكون بليكسس. هذه البليكسس تقع على الميدل كونستريكتور يسموها فارينجيال بليكسس. بليكسس اشترك في تكوين هذه البليكسس الاتي: فارينجيال برانشز من الجلوسو فارينجيال، وبرانشز وفارينجيال برانشز من الفيجاس، وايضا سيمباثيتك برانشز من الارترز القريبه من هذه المصل من او هذه البليكسس. طيب بعد كده في سنسوري برانش رايح يغذي البلاتين تونسل، وهناك تيرمينال برانش اللي هو تيرمينال لينجوال برانش رايح يغذي البوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج بنوعين اثنين من السنسيشن: جنرال سنسيشن اللي هو البين والتاتش والتمبريتشر، والتيست سنسيشن. اذا التيست سنسيشن من البوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج هو جنرال سنسيشن، بيشيلهم اللينجوال برانش اوف ذا جلوسوفارينجيال نيرف. اما الانتيريور تو ثيردز اوف ذا تانج فكان الجنرال سنسيشن يشيلوا اللينجوال برانش اوف مانديبولار، والتيست كان الكوردا تمباناي اوف فيشيال.
دي كان استعراض سريع للبرانشز اوف ذا جلوسو فارينجيال نيرف.